وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكلمت فقط عن تحقيق المطالب البيداغوجية التي كان يرافع لأجلها طلبة الصيدلة وطب الأسنان. المشكل هو يتعدى وزارة التعليم العالي، وهذا ما كان في لقاء مع الوزير الأول لما استقبلهم، لكن الذي يعني صب النار على هذه الحركة الاحتجاجية هو عدم حضور الوزارة المعنية هي وزارة الصحة، وشافوها هي كإهانة لهم، وعدم الخروج يعني بقرارات تطمئن الطلبة، بالإضافة إلى عدم وجود أي وثيقة تبين تحقيق مطالبهم من قبل الوزارة الأولى وباقي الوزارات. نظن باللي أنه لابد على الوزارة الأولى إعادة النظر في هذه المطالب التي أعطت وعودا وتطمينات، وأن تتوج بوثيقة رسمية لتخلي الطلبة الرجوع إلى مقاعد الدراسة، ولأنه شبح السنة البيضاء بدأ أفقه جليا. هناك مجموعة من الأشخاص، تكون من 4 أشخاص طبعا بالتنسيق مع المنسق الوطني السابق ودراعه الأيمن الذي وضعه في المؤتمر الغير شرعي وغير القانوني، يحاولون خلق البلبلة داخل الجامعة الجزائرية. اقتحموا قاعة الأساتذة وأخذوا في استفزاز الأساتذة الموجودين داخل القاعة، وفي تلك اللحظة تصادف وجود بعض الأساتذة من أعضاء المكتب الفرع النقابي الرسميين والشرعيين داخل قاعة الأساتذة. حدثت مناوشات كلامية بينهما تطورت إلى ممكن تبادل عنف خفيف بالأيدي أو تدافع بينهما، هو تدافع وليس عنف بالأيدي، هو تدافع أدى إلى تحطيم زجاج الباب تاع قاعة الأساتذة. لكن أؤكد لك أن القضية، مش نقول الرأي العام، هي القضية محصورة بين 3 أساتذة، لا علاقة للجامعة فيها وإدارة الجامعة لا من قريب ولا من بعيد، لا علاقة للتنظيمات الطلابية فيها لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة للعمال لا من قريب ولا من بعيد. هما حاولوا إدخال العمال، حاولوا إدخال إدارة الجامعة، وحاولوا حتى إدخال التنظيمات الطلابية، وهم أبرياء من كل هذه العملية.